لماذا صوتت الجزائر لصالح ملف المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم؟ وهل وراءه قرار سياسي أم هو قرار رياضي بحت؟ ما فرص كسر حالة الجمود السياسي بين الدولتين عقب الموقف الجزائري الرياضي الإيجابي من المغرب؟ هل تملك الرياضة أي تأثير إيجابي على السياسة في حالة الدول العربية؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان هل تذيب الرياضة الجليد السياسي بين المغرب والجزائر؟